للنسور قدرتها أن تفرض الكلمة في معادلة امتلاك المدى. ولقوتها أن تحقق النصر في أعتى المحن. للنسور رغبتها في الانطلاق نحو آفاق المستحيل. إلى العلا تطير النسور، تدور بحثا عن صيد ثمين، وحين تنقض على فرائسها تقضي عليها في لمح البصر. القوات الجوية المصرية، نسور السماء. تاريخ حافل وماض مجيد، العام 1932، ميلاد القوات الجوية المصرية. وللنسور الجو المصري أن يفخروا بماضيهم، ولمصر أن تزهو بامتلاك أقدم قوة جوية من نوعها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. انطلاقة قوية أعقبها الصعود المتنامي للقدرات القتالية الجوية في حروب مصر المعاصرة، أمثلة حية تعبر عن قيم البطولة والتضحية والانطلاق إلى العلا في سبيل مجد الوطن. صمود تجسد على أروع ما يكون رغم جراح نكسة يونيو، إذ لم يستغرق الأمر وقتا لتعود النسور الأبية وتثبت كفاءتها القتالية وسيادتها الجوية وقدراتها الفذة على التصدي والهجوم، إبان ملاحم حرب الاستنزاف ومراحل الإعداد والتجهيز للمعركة الفاصلة. هكذا تسارعت وتيرة الأحداث، وآن الأوان لساعة الصفر. وفي سماء سيناء انطلقت النسور ليمهدوا الطريق لأعظم انتصار مصري، فكانوا لمصر عنوان النصر يوم 6 أكتوبر عام 73، حين وجهت ضرباتها الموجعة لقواعد العدو وتحصيناته ومراكز قيادته ومرابض مدفعيته ومناطقه الإدارية في ملحمة قتالية جوية مهيبة، صبت خلالها القوات الجوية المصرية جحيمها المستعر، وأسقطت إلى غير رجعة هالة العدو المتغطرس. 14 أكتوبر عام 73، تخوض القوات الجوية المصرية أطول وأضخم اشتباك جوي متلاحم في تاريخ المعارك الجوية، معركة المنصورة الجوية، تجسيد حي لمعنى الكفاءة القتالية وسط سباق محموم لإعادة التزود بالذخيرة والوقود. أزمنة قياسية عالمية في تجهيز وإعادة إقلاع الطائرات لتنفيذ المزيد من الهجمات وبتر الذراع الطويلة. دامت هذه المعركة الجوية لنحو 53 دقيقة، وشارك فيها من الجانبين 150 طائرة، واستطاع نسور الجو المصري آنذاك إسقاط 18 طائرة معادية. وهكذا استحق يوم 14 أكتوبر عام 73 أن تتخذ منه مصر عيدا لقواتها الجوية. ويمضي الزمن فلا تكف قواتنا الجوية عن تطوير منظوماتها القتالية، ويبلغ التحديث مداه بالانطلاقة الكبرى مع انضمام أحدث الطرازات من طائرات F-16 رافال متعددة المهام، طائرات الميج 29، الطائرات الموجهة وينج لونج، طائرات النقل من طراز كاسا، وطائرات النقل من طراز اليوشن. الهليكوبتر الهجومي أباتشي،
الهليكوبتر الهجومي كامو. ولا تأل القوة الجوية جهداً في مجال تطوير ورفع كفاءة وإنشاء القواعد الجوية والمطارات. وكذا المزيد من ورش صيانة الطائرات، هذا بالإضافة إلى الارتقاء بمنظومة التدريب لجميع التخصصات. وتظل الكفاءة القتالية هي الركيزة الأساسية لعبقرية أداء نسور السماء. ارتقاء تجلى على أشمل ما يكون في حماية كافة المحاور الاستراتيجية، وتجلت من خلاله قدرات القوات الجوية بتدمير معاقل الإرهاب. العالم يعاني من أزمة فيروس كورونا COVID-19، أزمة عالمية تجتاح العالم، فيفيض عطاء نسور السماء ليكونوا سفراء لمصر حول العالم. هكذا امتدت قوافل الدعم الطائر عبر القوات الجوية المصرية لتقديم المساعدات والمستلزمات الطبية للعديد من الدول الشقيقة والصديقة. وتواصل عطاء النسور بنقل المزيد من مواد الإغاثة العاجلة لمواجهة تداعيات مرفأ بيروت في لبنان ولمتضرر السيول بالسودان. ويظهر نسور السماء معدنهم الفريد عبر العديد من الأنشطة التدريبية والقتالية خلال عام 2020، يتقدمها حضورهم البارز في المناورة قادر 2020، والتي أظهرت أرقى القدرات القتالية لقواتنا الجوية في إطار إحدى خطط الفتح الاستراتيجي. وكذا المناورة حسم 2020، والتي جرت وقائعها بإحدى المناطق الحدودية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي. مستوى قتالي ما كان ليتجلى على هذا النحو المثالي دون حرص القوات الجوية المصرية على الوصول لأرقى المستويات التدريبية، والتي جعلت من مصر مقصدا لتنفيذ العديد من التدريبات الجوية المشتركة للراغبين من الدول الشقيقة والصديقة. الجيش المصري جيش قوي صحيح، ومن أقوى جيوش المنطقة صحيح. كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا في داخل حدودنا، أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا. كالبرق يومضون وفي سماء المعركة يحققون السيادة ويحسمون النصر. مهمتهم حماية سماء الوطن، فهم نسور السماء.